ابننا محمد صلاح زي ما معظم المصريين بيقولوا، حتى الاصغر منه في السن ما بيتكلموا عليه يقول لك ابننا محمد صلاح. عايزين نعرف حضراتكم بعض المستجدات اللي حصلت فيما يتعلق بالقيمه التسويقيه للنجم محمد صلاح، طبعا نجم مصر ونجم يعني ليفربول الانجليزي، بعد تغيرات طرأت بعد التحديثات الاخيره في اسعار او في قيمه اللاعبين وفقا طبعا لموقع ترانسفير ماركت العالمي. انخفضت للاسف قيمه محمد صلاح التسويقيه بنسبه او الى هي 5 مليون يورو تقريبا لتصبح 65 مليون يورو. اصبح بالتالي محمد صلاح حاليا في المركز الثاني في قائمه اغلى اللاعبين في صفوف ليفربول حاليا خلف طبعا لويس دياز، وفي المركز ال21 في ترتيب اللاعبين اصحاب القيمه التسويقيه الاعلى في الدوري الانجليزي بشكل عام، ورقم 50 على المستوى العالمي. كنت بقول لحضراتكم من شويه ان بلدنا فيها مليون محمد صلاح موجودين في اماكن كتير ما حدش يعرف عنهم حاجه، في محافظات نائيه، في قرى، في كفور، في نجوع. ونهاوند حتى ردت وقالت محمد صلاح نفسه نموذج لهذا لهذه النوعيه من الشباب المكافحين. تاكيدا للكلام اللي بتقوله نهاوند، ودي حاجه برضو ايه لافته للانظار، القيمه التسويقيه لمحمد صلاح ابتدت في 2010 ب 25,000 يورو. تخيل. وصل دلوقتي ل 65 مليون يورو. هكذا يكون الكفاح. لا هو اي كفاح. طبعا. صحيح. لا بس بجد قصه نجاح، ليه احنا دايما نقول محمد صلاح هي قصه نجاح. وعلى فكره احنا عندنا ناس برضو يا كريم مش بس في الرياضه، هي من قصه لا تقاس بس على فئه معينه، انت عندك في فئات او في مجالات مختلفه في طبعًا. مصريين طبعًا. بجد مشرفينا ومتصدرين، يعني خليني زي ما اقول كده هو اللي منورين في مكانهم بشكل كبير جدا مقارنه بنفس البوزيشن بس في دول ثانيه. يعني دكاتره كتير ومهندسين كتير منورين كله في مجتمعات كله الغرب. صح. مختلفه. صحيح. انت عندك كوادر كتيره جدا في كل المجالات. طبعا. مصريه منوره سواء داخليا او خارجيا، دول دايما بنفتخر بيهم، ودول بنقول ان احنا نتمنى كلنا نحاول ونبقى في مجالنا ناجحين. دايما لازم تتطلع للافضل، فكره ان انا افضل محلك سر، فكره ان انا اقول انا حلو قوي كده، انا مرتاح كده، خليني زي ما انا، ده غلط جدا، ده مش نجاح. محلك سر ده انا بشوفه فشل. الاستقرار، حتى الاستقرار اللي هو الناس بتقوله انا عايز استقر، انت عارف في منتاليتيز كده تقول لك طول ما انا مرتاح كده ومستقر خلاص. بالعكس، الناجح دايما عايز يبقى احسن، كل ما توصل لحته عايز توصل للاعلى. ده اللي انا اعرفه، الناس دي بالمنتاليتي ده. يعني محمد صلاح عمره ما تتوقع ان زيه بقيس على ده، ان هو بيرضى باللي هو النورم او يقول لك انا كده حلو قوي. مفيش حاجه اسمها كده، الثقافه دي مش موجوده تماما عند اي حد عنده طموح، شخص فعلا ناجح. على كل حال هنختم بقى، طالما انت اتكلمت بلغه ارقام خلينا نتكلم برضو بلغه ارقام، ونروح ل مين من وجهه نظر حضراتكم، مين من وجهه نظرك متصدر حاليا يعني اغنى مفروض لاعب في العالم، او مين هم اغنى لعيبه العالم؟ قولي كم اسم كده. اغنى اغلى بالله اغلى اغنى واحد. لا يعني انا مش عارف بالظبط، بس اعتقد ان في الفتره الاخيره شويه اسماء استجدت، وبالذات الدوري الانجليزي. عندك هالاند بطبيعه الحال، بطبيعة الحال. ده مفروغ منه ده. طبعًا. طبعا عندك مبابي برضه بالمناسبه، بتساوي شويه في القيمه لحد كبير. خلينا نتابع على كل حال هذا الفيديو جراف عشان نشوف كده اعلى او زي ما بيتقال قائمه اغلى لعيبه في العالم، وبعد كده نروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم.